أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصك، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبشرف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. أعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية، يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، والتي تضم الفئة المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام.